للبرلمان، كيفاش يصير التعامل مثل هذه الوضعية التخليف؟ هذه هي اللي حكيناه، اللي المرسوم هذا اللي وضع من المفروض 54 من أجل التصدي للجرائم السيبرنية والجرائم الإلكترونية، للأسف أصبح من المفروض هو تطرح كحل لمشكل موجودة ومشكل حقيقية وعانينا منها الناس كل، وحكيت عليها توانسة والناس في العديد من الفترات، حكيت على أخلاقة الحياة السياسية، حكيت على رفض عملية هتك الأعراض والشتائم والتشويه اللي أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تقريبا معناتها هي المنصة المخصصة لمثل هذه الجرائم. هذه الناس كل تقلقت، معناتها كلها سياسيين صحفيين محامين من الجانب هذا. في الإطار هذا من المفروض جاء المرسوم هذا، لكن شنو اللي شفنا؟ اللي تقريبا الجرائم في المواقع الإلكترونية وعلى الصفحات هذه عملها تزداد، خاصة تو دخلنا تقريبا في الأمتار الأخيرة قبل الدخول للسباق الانتخابي، رجعت العديد من الصفحات حتى الصفحات اللي اختفت أو كمنت في فترة من الفترات يبدو أنها رجعت، وثم حتى الصفحات رجعت بعد أن تغير الممول متاعها، كانت معتها تمول شخص أصبحت تمول آخر، وعادت معنتها إلى كامل قوتها. وكلنا تقريبا يوميا صرحان كل مواطنين ده يجي كانفيتاسيون من صفحات غريبة الأطوار، هذه كلها هي راي منصات وخنادق متقدمة من أجل القتال اللي حضروا له في الانتخابات الرئاسية. من المفروض المرسوم جاء باش يشمل الصفحات هذه، الصفحات هذه تتناسل كالفطر يوميا. لكن شنو اللي صار؟ ناخذوا الفصل 24 من المرسوم 54 اللي جاء للجرائم هذه، خلوا الجرائم هذه كل بالعكس استفحلت، وناخذوه ويتم الانحراف به باش نمشوا من أجل مساءلة الصحفيين على أراءهم. هنا باش نكونوا واضحين في علاقة بالنقطة هذه، وعودناها برشا مرات إن نتصور حتى جزء من المستمعين ملوا المسألة هذه، أما لا يلزم نوضحه، لأنه ديما نقوله راهو الصحافي ماهوش على راسه ريشة، كي يخطئ أي خطأ في حياته العادية كمواطن عادي مثل كما المواطنين التونسيين هذاك، ثم قضاء وثم هو اللي يتولى الملف متاعه، لكن داخل مهنته الصحفية اللي مهنته هي شنية؟ هي البحث على الحقيقة، وهو تقريبا البحث على المعلومة وإبداء الرأي، من نجموش نعاقبوه على إبداء الرأي. اللي شفناه في جزء على الأقل من الزملاء الصحفيين اللي شفناهم من خلال بعض الأبحاث التي سربت أو تسربت أو نشرها المحامين، مثلا ناخذ الفرضية الكل، اللي طبيعة الأسئلة هي أسئلة على الرأي، ما شفناش أسئلة. إذا كان ثم جرائم أخرى متعلقة بقضايا أخرى، تبييض أموال، كل واحد يتحمل مسؤوليته زادة، راه ما هوش مش نكونوا زادة احنا هنا باش ننزهوا العباد كل، احنا نحكو خصيصا على كل ما يتعلق بالرأي اللي هو في صميم العمل الصحفي للصحافي، ما ينجمش يتسائل عليه بالفصل 24 ولا بأي قانون. في أقصى الحالات كما كان يحكي سرحان، إذا كان أخطأ التقدير أعطى معلومة خاطئة، وتصير راهو اللي الصحافي يعطي معلومة خاطئة احيانا بحسن نيه واحيانا بسوء نيه، يتحمل مسؤوليته. ثم المرسوم 115 هو وضع عليه الجانب هذايا، وثم زاد حتى هياكل مهنيه اللي تنجم. انا واحد بالناس بالعكس، انا امس برك كنت مع النقيب ونحكو خويا زاد، احنا مع مرصد اخلاقيات المهنه يلزم يتحمل مسؤوليته في برشا باش ما يوليش زاد افلات من الاخطاء الصحفيه. انا ضد زاد الافلات من الاخطاء، زاد ما يوليش الخطا هو القاعده والاستثناء اللي الصحفي يعني يعطي معلومه صحيحه، لأننا قاعدين نشوفوا زادة سرحان ونكون واضحين. ثم ناس ولت مختصة في نشر المعلومات الخاطئة في شيء، يتحمل مسؤوليته، أما يتحمل مسؤوليته طبقا لأخلاقيات المهنة الصحفية، ينجم أنا معاه بالفعل اللي يبدأ لنقابة الصحفيين والمرصد متاعها يكون عندها نوع من الوكالة الكاملة على العمل الصحفي، وتنجم اتعاقب وتنجم تجمد وتنجم تخرج، فهمتوا؟ كما نشوفوا عمادة المحامين، كما نشوفوا العمادة متاع المهندسين، كما نشوفوا العمادة متاع الأطباء، زادة يلزم تكون عندها نوع من الولاية على القطاع هذايا باش تضع حد زادة للتجاوزات هذايا. لكن في كل الحالات لا يمكن أن يحاسب الصحفي قضائيا ولا أمنيا على رأيه في علاقة بالجانب هذايا. مرة أخرى أنا مش نقولها، كل التضامن مع الزميل غسان بن خليفة اللي يمثل اليوم أمام القضاء بتهمة غريبة الأطوار هي تتعلق بالإرهاب، أثبتت كل الأدلة اللي هو بريء منها في علاقة بالشخص على مستوى والشخص المعني بالصفحة هذه اعترف وقال أنا وراه ما عنده حتى علاقة به، وما ينجمش يكون غسان لأنه حتى إيديولوجيا وفكريا ومن اللي عرفناه في الجامعة، أنا أكبر منه ونعرفه في الجامعة، كان مناضل على اليسار ولم يكن من الناس اللي عندهم أي علاقة بالجانب هذا. يكونوا واضحين في علاقة بالجانب هذا. أنا مع زاد الزملاء الصحفيين اللي يتحملوا مسؤوليتهم في الدفاع على مهنتهم،
ضد العديد من التشويهات اللي تصير بالناس، معناتها قاعدين يلبسوا في القبعة متاع الإعلام وقاعدين يشوهوا فيها يوميا، وقاعدين يخلقوا في إسفين ما بين المواطن التونسي وما بين الإعلام هذا، مع إعادة الاعتبار للمهنة الصحفية وللمصداقية متاع المهنة الصحفية. لكن في كل الحالات أنا المرسوم هذايا الفصل 24 من المرسوم 54 لا يمكن أنا مع أولا مع تعديله نهائيا حتى على المواطنين العاديين وأولاد الحكومة الشعبية والسياسيين والناس كل خاصة الـ 24، لأنه أثبت اللي انحرف وأصبح سيف مسلط على رقاب العباد في علاقة بالصحفيين. هذا من باب المستحيلات، عندهم 115 ينجم يتعدوا عليه في صورة ما ثبت عليهم بعض الإخلالات.